الكره، تدخل ديال المرتضى فال، خروج الحارس محمد اليوسفي، دائما الخطوره محمد اولى تسديده. محمد اولاد ولادة مهاجم في كما سنتابع هنا ترفعات الكره الراسيه ديال المرتضى فال، خروج الحارس محمد اليوسفي كيوضع الكره امام اولادي كيسدد بهذا الشكل، وبالتالي الكره ديالو تعانق الشباك. لاحظوا التسديده الجميله والهدف الثاني لفائده فريق الوداد كيجي في الانفاس.